أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن اعتقال أكثر من 100 عنصر يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، وأوضحت القوات الكردية أن من بينهم 27 يشتبه في توفيرهم الدعم اللوجستي للتنظيم. وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية عملية أمنية الأسبوع الماضي في أعقاب إفشال محاولة تنظيم داعش تحرير عناصر له من سجن في الرقة. لمزيد من التفاصيل ومن كوفنتري ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك أستاذ رامي، بداية لو تطلعنا على تفاصيل كل هذه العملية التي تقوم بها قسد. نعم، صباح الخير. هذه العملية التي قالت بأنها انتهت، حقيقة الأمر هم تحدثوا عن 100، ولكن الأرقام حقيقة الأمر التي أعطوها خلال أيام الحملة هي أكبر من ذلك بكثير، على ما يبدو بأنهم أفرجوا عن البعض. الحملة كانت المركزة فقط في منطقة شرق الحسكة، وتحديدا محيط مخيم الهول الذي يضم أكبر كتلة لعوائل عناصر تنظيم الدولة الإسلامية داخل الأراضي السورية. لكن بالتزامن مع هذه الحملات كان هناك حملات مستمرة في الرقة، في دير الزور. مجمل الحملات حسب الأرقام اعتقل فيها ما نقول عن 260، بينهم أمير سابق في تنظيم داعش، بالإضافة من ضمنهم العشرات من مقدمي الدعم اللوجستي للتنظيم. لكن دعنا نقول أيضا بينهم الذين أفرج عنهم سابقا بوساطات عشائرية. الوساطة العشائرية يجب أن لا تكون بعيدة، عندما يكون هناك عنصر من داعش وهو ارتكب جرائم يجب أن يحاكم، لا يفرج عليه بوساطات عشائرية. الوساطات العشائرية يجب أن تولي، يعني تنتهي أيامها، وأن يكون هناك كل من يرتكب جريمة أن يحاكم ووفق الحكم يسجن، وبعد ذلك يطلقون سراحهم وبعد ذلك يعودون إلى التنظيم. الأخطر من هؤلاء الآن هم خلايا إيران التي بدأت تتحرك بمناطق شرق الفرات، والتي تعد العدة عبر شيوخ العشائر لتجنيد عناصر لها ضد القوات الأمريكية وضد قوات سوريا الديمقراطية في مناطق شرق الفرات، يضربون ويتهمون داعش بأنه هو الذي استهدف. طيب، تأكيدا منك أستاذ رامي، عدد الموقوفين وهل جميعهم ينتمون لتنظيم داعش؟ ما لا أعتقد بأن جميع الذين اعتقلوا ينتمون إلى تنظيم داعش. من المستحيل أن يتجمع يعني أكثر من 130 عنصر أو 40 عنصر من داعش في بقعة جغرافية صغيرة. قد يكونون فكريا ينتمون إلى داعش، ولكن واقعيا هل هم ضمن أعضاء داعش المقاتلين؟ لا أعتقد. سيفرج لاحقا عن بعضهم، هم أفرجوا. عدد المعتقلين بالمجمل كان 260، هم يتحدثون عن 100. هذا يدل بأن بعض الذين اعتقلوهم بتهمة الاشتباه بالانتماء للتنظيم جرى الإفراج عنهم خلال التحقيق معهم وإخراجهم إلى الحرية. ولكن دعنا نقول كان يجب أن لا ينشر صور لعشرات المعتقلين في أحد المدارس وبعد ذلك يفرج عنهم ويتبين أنهم ليسوا عناصر داعش. ضمن الحملات الإعلامية أيضا لا يجوز أن نفعل ذلك. طيب، بهذه حملة الاعتقالات الأخيرة لقوات سوريا الديمقراطية، هل هي نهاية عمليتها الأمنية التي أعلنت عنها وبالتالي ربما حققت المبتغى والهدف منها؟ لا أعتقد بأنها نهاية العملية الأمنية. هي قد تكون جزء من العملية الأمنية، لأن خلايا داعش يتواجدون ليس بالعشرات بل بالآلاف خلايا نائمة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. وعندما نفذت عملية سجن غويران بداية العام الفائت، كان عناصر داعش السابقين ضمن الخلايا النائمة يشترون السلاح من أجل التحضير لعملية سجن غويران. ودعيني أقول لك بأن ضمن هذه الحملة في مناطق عدة جرى إلقاء القبض على تجار السلاح الذين كانوا يمولون خلايا داعش بالسلاح. طيب، بعد أسبوع على هذه العملية الأمنية لقوات سوريا الديمقراطية، كيف يمكن وصف الوضع الأمني اليوم بهذه المناطق؟ هدوء لخلايا التنظيم الذين قد يحركون في أي لحظة لاستهداف عناصر قوات سوريا الديمقراطية. لكن مع الحملة كان هناك استهدافات أيضا من قبل خلايا التنظيم لحواجز وعناصر قوات سوريا الديمقراطية من الرقة وصولا إلى دير الزور. رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، كنت معنا من كوفنتري، شكرا جزيلا لك.